كاينش هاد الشيء. هادو امور شي وحدين الناس كيحلموا بها، ولكن كلها فيها اعظم مطالب ديالهم. متفقين عندنا وحدويه المشروع النضالي. هذا الشكل النضالي هو تعبير عن رفضنا الجماعي للنظام الاساسي لقطاع التعليم باعتباره نظاما اساسيا يخرج يعني المفروض عليهم التعاقد من الوظيفه العموميه، لا يستجيب لمطلب اسقاط التعاقد والادماج في سلك الوظيفه العموميه. كذلك النظام الاساسي لا يستجيب لكل الفئات الشغيله التعليميه. اذا الشكل هذا هو شكل مشترك مع كل يعني الفئات المتضرره من الشغيله التعليميه، سواء المرسمون او المفروض عليهم التعاقد، تعبيرا على مطالبنا، تعبيرا كذلك على رفضنا المطلق لهذا النظام التراجعي. وبالتالي فالنضال مستمر ما بقيت هذه المخططات التخريبيه وما بقي هذا النظام الاساسي الى حين اسقاطه. فالشغيله التعليميه اليوم تعبر عن يعني رفضها المطلق لبنود النظام الاساسي، بنود يعني التراجعيه، ولعل ادل على ذلك هو مهام مضافه بدون تعويض مادي عليه، بدون زياده عامه في الاجور، بدون يعني استجابه لمطالب الشغيله التعليميه بتغيير الارقام الاستدلاليه ديال الترقيه او غيرها من هذه الامور. اذا نظام مليء بالعقوبات. كل هذه التراجعات قوبلت اليوم من طرف الشغيله التعليميه على حد سواء المرسم والمفروض عليها التعاقد بنضال يعني على المستوى الاقليمي هنا بالحي الحسني، وكذلك على المستوى الوطني ان عدنا اليوم 5 اكتوبر وهناك برامج نضاليه سيعلن عنها لاحقا. اذا استمرارنا في النضال الى حين تحقيق كل المطالب، على راسها مطلبنا كتنسيقيه ديال المفروض عليهم التعاقد اللي هو الادماج في سلك الوظيفه العموميه، اسقاط مخطط التعاقد والاستجابه لكل مطالب الفئات التعليميه، وان النضال مستمر. رافضون كل الرفض لبنود هذا النظام الاساسي، رفضنا لهذا النظام الاساسي الذي يقضي على الوظيفه العموميه بشكل كلي داخل قطاع التعليم، لان في نهايه المطاف هما كيراهنوا على ان الشغيله التعليميه المرسمه غاديه في النقيرات، كتخرج تقاعد، كتخرج تقاعد نسبي وتقاعد عادي، وبالتالي هما احلوا التعاقد ودخلوه في ذاك النظام الاساسي باش من هنا واحد 10 سنين كاع كاقسام هذا غيولي في القطاع المفروض عليهم التعاقد ويكونوا تخلصوا من الوظيفه العموميه بشكل كلي. وبالتالي فاليوم نحن واعون بهذا الامر، كنا نناضل ضد يعني تفكيك الوظيفه العموميه ولا زلنا نناضل، وسنظل في الشارع الى حين استجابه لمطلبنا والحفاظ على المكتسب التاريخي اللي هو الوظيفه العموميه وجميع حقوق ومكتسبات الشغيله التعليميه من ترقيه واجر وغيرها.